وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي لهيئة البحرين بل بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. دكتور زكريا، بعد التحية، ما هي أبرز الإنجازات المتحققة في مجال التحول الرقمي في عام 2020؟ مساكم الله بالخير، وأشكر تلفزيون البحرين على هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذه الإنجازات. طبعا في الحقيقة الكل عارف أن عام 2020 كان عام استثنائي جدا على كافة الأصعدة، وخصوصا في مجال تقديم الخدمات الحكومية، وهو طبعا بسبب التباعد الاجتماعي. ولكن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وتوجيهاته في استمرار عجلة الاقتصاد والتعليم والعمل الحكومي، عملنا على تحويل يعني هذه التحديات إلى فرص لتسريع مشاريع التحول الإلكتروني في القطاع الحكومي، وعملنا كذلك على الاستثمار في البنية الرقمية لتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية وتحسين ورفق دورة الخدمات يعني المقدمة للمواطنين. الحقيقة يعني تم التعاون مع الجهات الحكومية على تحويل وإعادة هندسة أكثر من 100 عملية وإجراء حكومي، وإلقينا العديد من الاعتمادات الورقية والإجراءات اليدوية والتواقيع، وكذلك عملنا على ربط الأنظمة الحكومية والاستقناع عن تداول ما يقارب 7 مليون ورقة في التعاملات الحكومية. كان على صاحب الشأن أو المتعامل أو المستفيد تقديمها من إجراءات مثلا تقليدية في نسخ المستندات أو الاستمارات، طلب الخدمة، الأرصدة وغيرها. كل هذا طبعا وصلنا إلى توفير ما يقارب 82 خدمة حكومية متكاملة عبر القنوات الإلكترونية كبوابة الوطنية والإجهزة الذكية. يعني إذا سلمك الله، إذا تسمح لي نسلط شوي على بعض الأرقام اللي كانت في 2020، يعني تضاعفت عدد المعاملات الإلكترونية بنحو 38%، والمبالغ المحصلة تضاعفت إلى 50% من العام السابق. بلغت المبالغ الكلية أكثر من 230 مليون دينار بحريني، وأصبح معدل زيارة البوابة الوطنية الحكومة الإلكترونية بحرين والدي-إتش ما يقارب المليون زيارة شهريا. طبعا هذه كلها أدت، يعني جميع العوامل أدت إلى تحسين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة. ركزنا في هذه الخدمات في عام 2020 على قطاعات مهمة وحيوية كوزارة الصحة والداخلية والقطاع العدلي، التكافل الاجتماعي، وكان من أهمها سلمك الله تطوير المنظومة الإلكترونية لتطبيق مجتمع واعي، واللي الكل طبعا استخدمها، واللي وصل طبعا معدل استخدامها أكثر من مليون استخدام. تم تطويرها بكوادر بحرينية في الحقيقة، وتعتبر منصة رئيسية اللي يلجأ لها المواطن المقيم في مكافحة جائحة كورونا. قدمنا فيه من خلال أكثر 20 خدمة إلكترونية كان لها دور في تسهيل عمل الفرق الطبية، وساهمت في شكل كبير في احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا. نعم دكتور زكريا، ما هو أثر التحول الرقمي في عام 2020 على المستفيدين ومستخدمين هذه الخدمات؟ طبعا أحب الأكد عليه دائما ونأكد عليه دائما أن جميع الجهود المبذولة في تنفيذ التحول الرقمي من قبل الحكومة الموقرة، الهدف منها هو تسهيل على المواطن في التعامل مع الجهاز الحكومي، وإعطاء كذلك بدائل إلكترونية في التواصل مع الجهاز الحكومية، ومن ثم نوفر عليه الجهد والوقت، خصوصا احنا في وقت الجائحة. عملنا مع الكثير ومع الجهات الحكومية ليل ونهار كمؤسسات حكومية كفريق واحد للإسراع في تطوير خدمات الجهات الحكومية، ولله الحمد في عام 2020 مكننا الجمهور من إنجاز المعاملات بصورة إلكترونية بنسبة تجاوزت 69% مقارنة بالطرق التقليدية. هاي طبعا كله وفر عليهم الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، يعني أصبح الوقت المستغرق أقل بنسبة 76% بدلا من زيارات مراكز الخدمات الحكومية. نعم دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الخدمات والمشاريع المستقبلية في التحول الرقمي. طبعا دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لا محدود في مجال تطوير الخدمات الحكومية، ومن ثم التسريع في التحول أو مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، وهذا ما خلى الهيئة تستمر في تنفيذ مبادرات اللي تدعم التحول الإلكتروني، ومن ثم تعزز من كفاءة العمل الحكومي. وبالتالي احنا مقبلين على مجموعات يعني كبيرة من المشاريع حول الله في عام 2021، أهمها طبعا تجديد شامل للبوابة الوطنية بحرين دوت بي اتش،
من ناحية تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحديث الشاشات الأمامية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وجعل الخدمات جميعها مناسبة لكل مستخدم حسب تفضيلاته للخدمات. وكذلك احنا مقبلين على مجموعة وحزم كثيرة من الخدمات الإلكترونية وتطوير منظومة العمل الحكومي ومن ثم يعني تقديم هذه الخدمات الإلكترونية عن طريق القنوات الإلكترونية البديلة. العام الماضي سلمك الله أطلقنا حزمة من خدمات إلكترونية لوزارة الداخلية، إن شاء الله سنستمر في إطلاق المزيد من الخدمات لوزارة الداخلية هذه السنة. نعم. عملنا كذلك على ترشيد مجموعة من خدمات القطاع العدلي، وإحنا حاليا إن شاء الله مستمرين في تطوير خدمات جديدة مثل خدمات الدفع الموحد للمحاكم وتطوير خدمات عدلية أخرى. أطلقنا حال هذه السنة مجموعة من خدمات الإسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وإن شاء الله بيكون هناك المزيد من خدمات الإسكانية في هذه السنة. أطلقنا كذلك مجموعة من خدمات القطاع العقاري خصوصا للمتعاملين مع القطاع العقاري، ويعتبر طبعا رافد من روافد الاقتصاد بمملكة البحرين. نعم. وكذلك قطاع التعليم وغيرها من إن شاء الله قطاعات اللي إن شاء الله بيكون لها صدى كبير في التحول الرقمي في هذه السنة بإذن الله تعالى. الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.